اليوم بسوي وصفة المونغوليان بيف، وصفة يعني آسيوية تقدم طبعا ممكن مع العيش، الجنجر، أي طبق من الأطباق الآسيوية. نقعت هاي شرايح لحم كي بيف، خذيتهم ونقعتهم قبلها بيوم في بديل الواين موجود الأحمر، وقلنا الأحمر نستخدمه حق اللحوم الحمراء، الأبيض نستخدمه للحوم البيضاء، وهذا طبعا تعويض عن الوصفات الأجنبية اللي يستخدمون الواين، هذا بديل لها، وهو في النهاية عصير عنب يا جماعة. لو تقرون المكونات وهو ها مكتوب مشروب عنب خالي من الكحول. أوكي، شو راح أسوي الحين؟ راح أنشفه وأقطه بالنشا ونحمره تحمير غزير. نحرص على تغطية كل قطع اللحم، أي نوع ستيك تبونه بس قطعوا شرايح ستيك، هذا التندليون، أي نوع تحبونه. أنا خذيت البيف هذا العادي مقطع خالص موجود بمركز سلطان، راح أغطيه كله بالنشا. أوكي، وبعدين نحمره تحمير غزير. دائما نذكر نقول إن لازم نجهز مكوناتنا أسهل في الشغل. عندي صويا صوص، ماي، عندي زيت عادي نباتي، ثوم، زنجبيل، عندي سكر أسمر، وعندي هذا البصل المقطع كذي، بصل خضر. أوكي، على الحين ما يتحمر الستيك وتشوفون. أول شيء بالزيت راح أحط ثوم حوالي ملعقتين كبار، لأن أنا كمية اللحم عندي حوالي كيلو. راح انزل ملعقه كبيره من الزنجبيل واستمر بالتحريك. دي كوب صويا صوص، نستمر بالتحريك. طبعا هذه ما نحط فيها ملح لان الصويا صوص اللي فيها يكفي ويزيد. نخليه يطبخون مع بعض يتجانسون. وكوب من الماي، اذا مثل ما حطينا كوب صويا صوص وكوب ماي، وراح نحط كوب سكر. احنا نبي الصلصة هذه تصير ستيكي، هي اصولها كذي. نخليها تطبخ لغاية ما احنا نقول بالكويت يتعقد، يعني تصير ستيكي، عرفتوا؟ وشلون الصلصة عقدت وثقلت، شنو صارت مثل الشيرة. طبعا هذا اللحم حمرناه قلنا تحمير غزير، بس انا عشان الريحة وديت المطبخ اللي برا. الحين راح اضيفه على الصوص هذا. اخر اضافه ضفنا البصل الاخضر معاه، نخليه على نار هاديه بس شويه ونطفيه. اوكي، عشان ما نبي البصل يذبل.